السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد على جيم فوكس. النهاردة هنلعب سوبر ماريو برو واندر. اللعبة دي تقريبا لسه نازلة امبارح او اول امبارح. بيقولوا النهاردة فيها شخصيات جديدة، هي زي قصة ان هو ممكن سوبر ماريو يتحول لفيل زي ما انتم شايفين هنا في البرومو بتاع اللعبة. طب تعالوا نشوف مع بعض، يلا بينا. سوبر ماريو طبعا. اهلا بمملكة الورد، بس ان شاء الله ماشي في كده مسافة قريبة عشان توصل لمملكة المشروم. بروسيلينج انفيتيشن فروم برنسس فلوريان ماريو اند ازر اول ترافلينج هير. في دعوة من البرنس فلوريان وماريو رايح هو ومين تاني، يلا بينا. Hey there. Where's the party? Adi كمان لويجي رايح. هاي. والبرنسس اللي هي كلهم رايحين. So many visitors today. Have a great time. Super Mario Wonder. ماشي. وصلوا؟ وصلوا لك المشي. اهلا بيك الملك بتاعهم ده ضغط. ايه ده اللي طاير فوق ده؟ اللي طاير فوق ده اللي هو السحر بتاع بوتر. تاني دي حاجة بوزر. اهلا بيك الايفل الشرير بتاع اللعبة، ولع في المكان كله. ايه ده؟ ايه ده؟ خفى المملكة. ده المملكة اتحولت لشكله. ايه ده؟ المساعدين بتوع اللي هو الزرع ده اللي بيبقى في كل العاب سوبر ماريو. ده بيمشي؟ اتحول زي سفينة فضاء كده، خد القلعة، خد المملكة ومشي. ايه ده؟ اجري. ده بيحول أي حاجة ياخدها في وشه للحاجة تبعه. حولها لسجن. زعلان الملك بتاعهم، زعلان. Who was the king the Bowser? How could he steal our wonderful wonder flower and our flower castle too? ازاي هو يسرق القلعة بتاعتنا؟ طب ماشي. يقولك ان هو هيعمل مشاكل لو محدش فينا وقفله. ماريو هيوقفله، ماريو هيتصدى له. يلا روح، يلا بقى خش باللعبة. هتساعدنا؟ I'd like to be your guide if you don't mind. انا هبقى المساعد بتاعك لو انت مش عندكش مانع. لا ما عنديش مانع، يلا بينا. باي باي. اي بيليف ان يو. انا واثق فيك يعني. ماشي يلا بينا. شوف مراحل اللعبه دلوقتي هيبقى شكلها ايه، زي الالعاب اللي فاتت ولا مختلفه؟ مبدئيا نفس الفكره، هو الخريطه وبعد كده تتحرك للنقطه اللي بعدها تذكر المرحله. تقريبا نفس الاصوات برضو. انا بحب اكسر
ده نايم. طب انا عايز ادوس عليه. راحة خد دي. نطلع فوق الشجرة عشان ناخد الكوينز اللي فوق. ده نايم مش دريان بحاجة خالص. خط انت لسه هتتخط. ايه ده؟ الفيل بيعمل ايه بقى الفيل ده؟ ده بيضرب بسلمته. اوبا كسر كل حاجة. شكله هيكسر أي حاجة في وشه. يلا من هنا انت لسه هتنام. فيل تاني. ايه ده؟ ماشي. ويرمي مية كمان. اول ما يبقى عنده في حته فيها ميه بيشرب بيعبي الخرطوم بتاعه ميه. في التالت. ايه ده؟ الله. ماشي. ايه ده؟ زي مراحل اللي كانت في الالعاب دي اللي كنت بتلم فيها الكوين. دي مش كوين، دي حاجات تاني. ده لدودة، المصرف تحول لدودة. ماشي. فوق الشجرة، فوق الشجرة يا ابني. لو وقع في الأرض. أوبا تمام كده. طلع من اللي هي المرحلة اللي ودي ميه. تمام. ادي اول بيت كده خلص. اول بيت خلص. كورس كلير. يرش عليك ميه عشان يحرق. المفروض بيرفع العلم على كل مكان بيحرره يعني. بيقول لك الوندر سيد دي اللي هي الحبه يعني هتنفعنا في المراحل اللي جايه في الرحله بتاعتنا. ماشي. ليتس جو ليتس جو جو يا عم الفيل. المرحله الثانيه شكلها ازاي؟ حتى الان اللعبه حلوه يعني، اللعبه جميله واكيد لما تتحرك في المراحل اللي قدامها تبقى احسن. هي بس في الاول كده بتبقى سهله كعاده كل العاب سوبر ماريو، بس بعد كده بتتغير يعني. دي العاديه بتاع زمان. ايه ده؟ ده بيتحركوا. جديده دي. بيطلعوا من مكانهم ويمشوا. الاول ما كانوش بيعملوا كده. بس هتمشي. يلا مع السلامة. استنى الحمرة دي. ايوه ادخل فيها. طلع الناحية التانية ورا. كويس والله. انا بحب اخد الكوينز كلها. ايوه 100 بيديني واحده بنفس الفكره. طب نطلع نرجع تاني. يلا من هنا هنمشي بالنار. كنت بحب امشي كده بقى، ابدا اضرب نار من اي حد يجي في السكه ده هيموت. اي حد هيجي في السكه ده هيموت. تاني ما انا معايا كتير. انا كنت قاعد اضربه بس مش عارف. برضه بيطلع من مكانه. طب ماشي.
المرحلة ده هيديني ايه بقى؟ مفيش حاجة؟ ايه ده بيغنوا؟ طب بعد ما تغنوا يعني ايه اللي هيحصل؟ يلا من هنا قطعتوه. اوبا يا عم ابعد عني. اوبا مشفتكش. لا 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 مش مشكلة، عندي واحدة فوق على الشمال اهو بتدوس عليها بتطلعها زي برضه في العاب من العاب سوبر ماريو كان فيها القصة دي. هو بيخليك تحتفظ بحاجة واحدة من اللي انت بتكسبها في المرحلة لو انت ما بتستخدمهاش يعني. يعني تبقى واخد النار كده وتطلع لك واحدة تانية فبيخليك تحتفظ بواحدة. بص ليه فوق، بص ليه فوق، حد جاي ورايا مش هسيبك اصلا. العالم لا 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 عايز اوصل اعلى حاجة ممكنة، اقل حاجة ممكنة اللي بالبيت اللي بعده خلص. كل خير ماشي. ثانك يو. يلا بينا. ايه ده الشخصية دي جديدة؟ خد اقول لك ده بيجري. خد يا عم خد خد فيل. انا بحب الفيل، انا شخصية الفيل الصراحة عجباني. بيكسر اي حاجة تيجي في وشه. خد 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 لسه. اجري بقى اجري 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 احسن لك. بطلته بيل تاني. ناخد شوية ماء عشان نرش على الناس مية واحنا ماشيين. خد اقول لك خد اقول لك هضربك يعني هضربك اصلا. لا 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 كده ما ينفعش. ماشي طلع من تسعة تهزر معايا. خد حاجة هنا. لا مش حاجة ممكن اقلبه. انا جاي لك بالفيل. رايح فين؟ هتروح فين؟ هتروح يا ابن اللذينة. الناحية التانية نعمل له ايه بقى؟ صح كده. لا 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 يا ابن الذين. جبان قوي جبان قوي. المفروض ان هو بيديك ستة في عتاب.
ده اللي معاه اللي هي السيد اللي هتطلعك معاه. خد اقول لك رايح فين، رايح فين. ها تمام كده. للاسف ما عنديش اي قدرات، انا اصغر حاجه ممكن في اي لمسه. لسه هتهزر معايا. تمام جريد. مش اي مكافأة؟ طيب اكبر شوية ولا اخد اي قدرة تانية؟ اقابلك تاني. ثانك يو. ثانك يو. ده مش ال يعني دي مش متعة، ده اختار كسر المملكة دي بتاعتي. ماشي، انا حاسس ان انا بقيت اقوى. ماشي استنى انا هجيلك دلوقتي. في وردة المفروض ان احنا هي دي الوردة اللي بتديك الناحية التانية يعني؟ هي زي لعبة سوبر ماريو العادية بس ايه مطورين فيها بشوية حاجات جديدة يعني. اصلا موضوع الفيل ده حلو جدا. فكره انت بتلعب بالفيل عمال يكسبها مره بتحاول للفيل وبيكسر كل حاجه دي، يعني الفكره دي حلوه الصراحه. بس هي اللعبه حتى الان بسيطه يعني مش صعبه، هي اكيد بعد كده هتصعب اكتر. فتح لك مستوى تاني، مراحل تاني. طيب لحد هنا كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. طبعا احنا هنكمل فيديوهات تاني لعبه سوبر ماريو عشان نوصل نشوف بعد كده هتبقى عامله صعبة ازاي. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.